والحديث الآن عن تواصل حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا وتعميمها عبر كل ولايات الوطن من خلال تخصيص فضاءات جوارية خارج الهياكل الصحية لتعميم العملية التي أصبحت مفتوحة أمام جميع المواطنين. من بشار وعن انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا تنضم إلينا عبر المباشر الزميلة دنيا نوالي. دنيا صباح الخير، ما هي مجريات انطلاق هذه الحملة اليوم؟ صباح الخير زميلتي فايزة، مشاهدينا في هذا برنامج هذا الصباح نرحب بكم. إذا وفيكم من بشار، في موجة رابعة ومع ارتفاع عدد الإصابات أطلق عليها اسم المرعبة، تتجند مديرية الصحة هنا بولاية بشار وجيشها الأبيض لإطلاق حملة تلقيح واسعة. أتواجد هنا بدار الثقافة وتحضر معي الدكتورة اسماحية. صباح الخير دكتورة، كيف هي الأجواء اليوم مع الانطلاقة وما هو البرنامج المسطر؟ صباح النور. في الحقيقة أن هاد اليومين احنا اخترنا على الرابع والخامس من جوان، لأن الخامس من جوان إن شاء الله يكون يوم راحة ويمكن الناس تجي خمسة جويلية عيد الاستقلال، وقلنا باللي بالك رايحين يكون يعني الناس أكثر. تجندت الحق المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببشار، هي اللي راها قائمة بهذا المجهود. قامت أولا بزيارة المؤسسات، يعني 15 مؤسسة تقريبا كانت بطاقمها الطبي يعني والأطباء النفسانيين والممرضين كلهم كانوا مجندين، لأننا رحنا عندهم للمؤسسات. واليوم فتحنا لجميع المواطنين، احنا ما عندناش هذه يعني داير رونديفو ولا ما دايرش رونديفو، كل المواطنين مدعوين، خصوصا أن ما نساوش كما تفضلتي وذكرتي أن هذه الموجة الثالثة كانت صعبة جدا، وعندنا بدات خلاص المستشفيات يعني في حدها، يعني في اقصى ما ولاتش تقدر تستوعب عدد المرضى. كاين عندنا كذلك وفيات ما نساوش الله يرحمهم، وحنايا كامل هذا الشيء، خصوصا اننا المواطنين رايحين يمشوا كونجي. ما نساوش حنا عندنا حراره قويه، راكي شايفه هنايا درجه الحراره اللي رحنا فيها، درجه الحراره قويه جدا، هذاك على حنا المواطنين رايحين بالك نعاودوا ندخلوا لدار الثقافه لداخل، لانه ما يقدروش لا المواطنين ولا الأطقم يقدروا يتحملوا هاد درجة الحرارة. ومنين احنا قلنا الناس رايحة تكون تروح كونجي، ما نساوش باللي المواطنين منين يمشوا لولايات أخرى ولا يعاودوا يولوا منها تكون يعني تنقل الفيروس في نفس الوقت. ولهذا ارتأينا باللي المواطنين قلنا لهم باللي ماذا بكم يكون يعني كامل تكونوا فاكسيني محميين، خصوصا أن فئة الشباب حاليا راها كذلك معنية، وحنا لاحظنا وفيات من الفئة الشبابية. إذا كل الناس معنية من 18 سنة وما فوق. كذلك احنا نعلم المواطنين باللي عندنا، احنا صرات واحد لاغيمور باللي ما عندناش كاع لي فاكسان، احنا عندنا كامل لي فاكسان، كامل اللقاحات الموجوده على مستوى الوطن عندنا 4 لقاحات، يعني لاسترازينيكا اوكسفورد، سينوفارم، سينوفاك، وكذلك لسبوتنيك. اذا احنا ندعو جميع المواطنين باش هكذا يرتاحوا، وتكون يعني وحتى اللي مشى كونجي يمشي هاني ومطمئن ان شاء الله. شكرا لك دكتورة سمحية. يحضر معي في هذه الاثناء ايضا استاذ طبيب بشيري مختص في علم الاوبئه لمزيد من التفاصيل حول اللقاح، وما هي نصيحتك للمواطنين اللي مازال عندهم تخوف من اخذ الجرعه الاولى من هذا اللقاح؟ في اطار الحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، ارتأت المؤسسه العموميه للصحه الجواريه بالتنسيق مع مديريه الصحه لولايه بشار بتنظيم هذه الايام التلقيح، يعني للتقرب من المواطنين وتحسيسهم حول خطر الكورونا. يعني ندعوهم من هذا المنبر انهم يكونوا يتقربوا لينا ويفاكسينوا، ونطمنوهم باللي ما كان والو، ما غاديش يخافوا، ما كاش اعراض جانبيه، الحمد لله رانا من المواد فيفريي رانا نفاكسينوا، ما كان والو. والرقاحات كما قالت الدكتوره من قبلي راهي متوفره، لاسترازينيكا، راه عندنا سينوفارم، عندنا سينوفاك، راه عندنا سبوتنيك. يعني خص المواطن برك يجي، خصنا يكون حشد للمواطنين، وندعو ثاني الجمعيات انها تعاوننا، الجمعيات والفاعلين الاجتماعيين لازم يعاونونا شويه باش يكون ان شاء الله اقبال كبير على التلقيح. بالحديث عن الاقبال سيدي، كيف جاك الاقبال اليوم منذ الانطلاقه؟
نعم الإقبال كان مليح يعني مع الصباح يعني تقريبا 30 40 واحد اللي فاتت الحمد لله راهم مواطنين يجوا، ولكن ماذا بنا احنا يحشدونا يعني في غضون هذه الأيام القريبة الناس أكثر يعني باش يفاكسينوا. وثاني راه عندنا دي بوان فيكس ماشي غير دي بوان موبيل، ورانا نقوموا ثاني بالتنقل إلى المؤسسات اللي نتصلوا بهم يوجدوا لنا ليستينغ نديبلاسوا عندهم، يعني رانا مديبلوانين كاع لي زافور تاعنا باش إن شاء الله تكون هذه العملية إن شاء الله ناجحة ويكون هذا الجيش الأبيض يعني يكون ضامن، وان شاء الله نعاونوه باش يمشي بعيد وما يكونش عندنا حالات باسكو كون نجو نشوفوا رانا ديباسينا 450 حاله باش نحسوا الناس، يعني هذه سوز استيماسيون يمكن عدد الحالات اكثر، عدد الوفيات تقريبا راه 10 في النهار، يعني احنا وين رانا ماشيين بهذه الحاله؟ ماذا بينا لازم نوعاو نحموا انفسنا نحموا الاخرين. وباش نقولوا الفاكسان يعني انها تخفف عليك، الا جاتك لا مالادي يمكن تجيك ولكن تجيك خفيفه وتحميك من الوفاه ان شاء الله. ان شاء الله استاذ يعطيك الصحه. اذا في حديث اخر مع مواطنه تحضر معي ايضا في هذا الصباح لمزيد من المعلومات، مرحبا بك، شكون اللي قال لك على هذه الحمله اليوم؟ كيفاش لقيتي الاقبال والاستقبال؟ شكرا، السلام عليكم. بادئه ببدء السلام عليكم. كيفاش سمعنا بالخبر تاع الحمله تاع التلقيح عن طريق اذاعه ثوره الاذاعه المحليه تاع بشار، والان اصطحبت في يومنا هذا الوالد والوالده لانهما يعني اصحاب امراض مزمنه، فوالله الوضع الان اللي راه حاليا يستدعي ان الواحد يدير الفاكسان على ما اظن، خاصه ان المرض زارنا يعني في العائله، كان عندنا افراد عده من العائله الذين اصيبوا بهذا ومنهم انا كنت مصابة به، فلهذا عرفت باللي خصني نجيب الوالدين يديروا الفاكسا. ومن هذا المنبر ندعو كل مواطنين يعني أن يتوخوا الحيطة والحذر، وخاصة الأمر الملحوظ هو نفس المرحلة العام اللي فات في هذا لابيريود صرات هذه الموجة هنا بعد عندنا هنا في بشار. يعني أنا قلت بالك بسبب المناسبات كما الأعراس هذا ثاني العزاء وكل شيء، بصح واش الشيء اللي راحنا نشوفوه الناس كي اللي ترخات ما ولوش يديروا ال اذا راكي تقولي باللي هناك يعني استهتار من طرف المواطنين في التدابير الوقائيه، يعني هذا ما يدعو اخذ الحيطه والحذر. شكرا لك زميلتي. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا الارسال المباشر، كان هذا كل ما لدينا. زميلتي نعم. مسيدو المركزي لك الخط. شكرا جزيلا لك يا دنيا نوالي على هذا التدخل، والشكر